السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا غوين المملكة ما شاء الله، دي دجاجة شام وألماني، في كمان اللهم صل على النبي دجاجة، وديك كمان، الله أكبر على الارتفاع وعلى المستوى والمواصفات كاملة، اللهم صل على النبي ما شاء الله عليه كاملة. على فكرة دجاجة مستواها طب الطب، الله أكبر. في ديك ودجاجة تانيين، في ديك أكوال يعني أبيض لونه أبيض، شايفين الجمال، وفيه دجاجة أختها رمادي مستواهم تحفة من الجمال ما شاء الله. انتوا عارفين الشام وشقاوته وجماله والحرفة بتاعته، وانتوا فاهميننا كويس، بس انا ما فضلش نسيب الدجاج على بعضه، اني اذي بعضه حرام حرام، نسيب الدجاج على بعضه يأذي بعضه او كده. شوفوا كل مادة بتطلع على مستوى اعلى عشان تعرفنا انني قوية، يعني تقول ان هي قوية. نزلت على الارض، تيجي نتفرج كده اهي، نتفرج على الجمال اهو. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. عاوزك تشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان تتابع كل جديد، وتتابع الفرخة الجاية والديك التانيين موجودين على فكرة. شايفين المجموعة البط اللي هناك دي، اللهم صل على النبي، ربنا يبارك فيهم يا رب. دول طالعين دفعة جديدة، اللهم صل على النبي، ربنا يبارك فيهم. والدفعة ديت انا سيبتها وماشية تعوم كده ما شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله، فرخة عسولة، دجاجة عسولة، الله أكبر. التانية أحلى منها، بس أنا مش عايز أحرقهم على طول، يعني عايز أفرقكم كده إيه حاجة حاجة. التانية أقوى منها في المستوى وأجمل منها ما شاء الله. عاوزك تشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان تتابع كل جديد. لو في أي استفسار اكتبلي في التعليقات. سلام عليكم.